بنجدد صباحنا لكم مشاهدينا، وهلا وصلنا لمحطتنا الحوارية الثانية. أكيد الوطن هو الروح والجسد، يسكن الجسد أينما وجد، لا يفارقه كصورة وفكرة، وهكذا يحمله من يغترب عن الوطن معاني الوطن في قلب كل مغترب. فكيف إذا كان ضيفنا هو كاتبا وصحفيا ويخبئ المشاعر ومشاعر الوطن بزجاجة عطر يفوح عطرها في كل ذكرى؟ وكيف إذا كان كاتبة وأنثى، فهذا ما تحمله ضيفتنا الكاتبة المغتربة ريم ياسين. من خلال حديثها سنتعرف إلى أي حد هي خارج الوطن جسدا، لكن الروح والإحساس باقي هنا. مرحب بضيفتنا الأستاذة ريم ياسين الكاتبة، أهلا وسهلا فيك ويسعد أهلا وسهلا صباحك. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، يسعد صباحك وصباح سوريا وكل اللي عم بيشوفونا. وبدك تسمحي لي قبل أن نبدأ بأستلهم بيت شعر للشاعر القروي: خير المطالع تسليم على الشهداء، وأتمنى السلام والرحمة لأرواح شهدائنا مدنيين وعسكريين، وعسى أن يمن الله بالشفاء العاجل على الجرحى، وتحية لتضحيات أبطالنا يلي على امتداد التراب السوري عم يحموا وحدتنا وعم يمنحونا، وبإذن الله أيضا عم يمنحونا فرصة حياة جديدة وأمل بمستقبل أكثر أمن واستقرار إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. هلأ قبل ما نبلش حوارنا معك ريم، رح ناخذ لمحة بسيطة عنك ليتعرف المشاهدين من هي ريم ياسين. ريم ياسين ليسانس أدب إنجليزي، دبلوم تربية وتحضير للدكتوراه، عملت بالصحافة السورية الثورة وجريدة الوحدة، وتكتب في الصحف العربية، عضو في هيئة تحرير لأكثر من مجلة عربية. من كتاباتها الشعرية ديوان نثري بعنوان مساحات للروح، وديوان شعري بعنوان وبقايا كبرياء، بالإضافة إلى مجموعتها الثقافية كان لها مجموعة قصصية قصيرة. أيضا الكاتبة ريم ياسين تنشر في عدد من الصحف والكتب المدرسية والمجلات العربية بشكل خاص في الكويت. كاتبة قصة وسيناريو كان آخرها فيلم أحلام صغيرة للمخرجة زهرة البودي الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما، وهي أيضا زميلة صحفية عضو اتحاد الصحفيين. مرحب فيك أستاذة ريم، ورح نبدأ أكيد معك الحوار. يلا إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك ريم. هلأ بداية كونك أنت مغتربة في الكويت، رح نحكي عن جمالية الوطن في قلب الكاتب وهو خارج وطنه، وكونك انت اكيد بتتميز بشعريتها عن الرجل، نحكي شوي عن هذا الموضوع. طبعا يعني مثل ما بتعرفي هلا الوطن ما بينفصل ابدا عن اي شخص، نحن بنحمله جواتنا. الوطن هو مخزون ذاكرتنا، هو الطفوله، هو الاصدقاء، هو الاهل، هو التراب، هو ريحه المطر الاولى على الارض. يعني بتحصريه بمكان، يعني حتى هو بتحسي الوطن عابر للمكان وعابر للزمان، لذلك بتحمليه جواتك وين ما بتتنقلي. لما بتكوني في خارج الوطن اللي هو هلا نحن سوريا، لما بتكوني خارج سوريا انت بتصير في بعد اخر للوطن جواتنا، بصير انت عم بتمثلي هذا الوطن، انت رمزيته. لما بتعملي اي نجاح او حتى لما بترتكبي اي خطا، لانه ما كلياتنا ناجحين وكلياتنا بالاخير انسان، ففي عنا نجاحات وفي عنا اخفاقات. ما لا يشار اليك بالاسم، اول شيء يشار الى جنسيتك، انه صحفي سوري عمل كذا، طبيب سوري حقق نجاح، وهذا اكيد بتقرا رأيه وبتشوفي، فبتصيري انت عم بتمثلي وطنك من حيث لا تدري شئتي ام ابيتي. سفيرة وطن. تماما، سفيرة وطن. انت هذا الوطن بالغربة بتجسديه سلوك، يعني القيم اللي اخذتيها من هون، العلم اللي تعلمتيه، الحضارة اللي تشربتيها، عم تنقليها بكل تماما موضوعي. بتسقطيها ربما باللا شعور. يعني انا ما بجي وانه بدي اعمل هيك بدي اتصرف هيك، باللا شعور بيطلع هالمخزون هذا اللي عندك عن الوطن وبتجسديه حقيقة، وبالتالي بتكوني رمز كثير حلو. يعني وان شاء الله نكون الناس اللي عم ننقل صورة جميلة عن سوريا، بتكوني سوري، السوري الأصيل، السوري دائما، يعني اللي بتسقطي هو أمام جنسيتك، بتسقط تماماً. تسقط بيسقط اسمك الشخصي أمام حضورك كوطن. صحيح. فكيف إذا كنت كاتبة وهذا هاي المشاعر وهاي الخصوصية وهذه الجنسية السورية تحملها كاتبة تعبر بالقصة بالشعر النثري بالكتابات المختلفة بالصحافة، أيضا ككاتبة كيف جسدتي هذا الانتماء لبلدك؟ بتصور يعني الأديب عموما هو، أنا كتير كبير علي كلمة أديب، بس تجاوزا رح نحكي، أنا بستيل بعتبر نفسي هاوية بالرغم من كل شيء. أول مهمة لإله هو أنه يجسد الواقع.
يشوف الواقع اللي هو عايش فيه طبعا وينقله. هذا النقل وهذا التجسيد ما في مانع، لانه هو الاديب شو عنده؟ عنده حس مرهف اكثر من الاخرين. عنده عين تجيد التقاط اللحظه والصوره. يعني ربما مشهد بمر عليه اديب وبمر عليه شخص عادي، كل مين بيشوفه من منظاره. الشخص العادي بيشوف حادثه، الاديب قادر يعطيها ابعاد، قادر يعطيها اسقاطات. فلذلك هاي الاشياء بتتجسد باني اكتب عن شيء لبلدي، شو هموم بلدي، شو هواجس بلدي، شو تطلعات بلدي، كيف من خلال الناس اللي حوالي. لانه شو هي البلد؟ هي انا وانت والثاني والثالث، فمجموعنا نحن هو اللي بيشكل الوطن. نحن المجموع الانساني لها الوطن. فهذا المجموع الانساني لما بتلتقطه عين الكاتب وبتعمل فوكس عليه، بتحطه تحت الضوء، في أحيان كثيرة إذا هناك مشكلة قد يولد حل، إذا ما ولد حل قد يلفت النظر لحل. بهاي الطريقة وحتى منعرف مشاكل بعض. يعني هلأ نحن سوريا بلد واحد، ولكن حتما هناك شيء من المحلية لكل مدينة. يعني ربما أنا الكاتب من حلب، الكاتب من دير الزور، الكاتب من طرطوس، أكيد كانتماء عام، كفكر عام، كتوجه عام سوري، ولكن لكل بيئة في حيثياتها. هاي الحيثيات هاي مهمة الأدب يطلعها، يظهرها، يضوي عليها، يعرف عليها، يخلينا نعرفها، يخلينا نتواصل. هاي خصوصية سوريا عموما تماما، هذا التنوع. بنحكي موزايك. سوريا موزايك بشري، موزايك عرقي، موزايك ديني، كيف ما اجيتي موزايك جميل جدا. هلا هيدي عم نحكي بشكل عام كونك انت داخل سوريا. هلا رح نحكي بكتاباتك خارج الوطن، شو الهواجس اللي بتراودك؟ شو الكتابات اللي انت كثير بتسلط الضوء عليها؟ هلا عموما انا هيك شوي عاطفيه، ما بعرف لاني انثى، ما بعرف لو كنت، حتى لو كنت ربما رجل كنت رح كون بهالعاطفه، ما بعرف. انا عاطفيه، بيستميلني كل ما هو انساني، كل ما هو انساني بيستميلني. لذلك بكتب الحرب حتى ما قبل هاي الحرب، يعني بكتب الحب، بكتب الأمومة، بكتب الطفولة، كل شيء بحرك مشاعري بكتب عنه. بميل للأدب البسيط، بميل للصورة السهلة الحلوة، بميل للشيء المباشر. يعني مع تحميل زركشات أدبية معينة، ولكن بميل للشيء البسيط لأني بحب أوصل لشريحة كبيرة. يعني بلا مقاطع لحديثك ريم، هلا يعني كتاباتك وليدة اللحظة من خلال موضوعات أنت بتشوفيها أو أفكار من الواقع، وأنت بتسقطيها على كتاباتك مع روح ريم بتكون تماما بالكتابة. أنا كتير هيك شخص انفعالي، يعني بروح مع الحدث للآخر، فأي شيء بيلفت نظري سريعة التفاعل. تماما تماما سريعة التفاعل. فلذلك بحس حالي أنه كتير بتفاعل، وكتير هيك بحس انه قادرة اعطي بهيدا المجال. يعني هلا انا مثلا دراسات ونقد وهيك لانها جدية ولانها صارمة ولانها فيها اطلاق احكام، بحس حالي بعيدة عنها تماما. حتى ما بحب اطلق احكام. بيعجبني الكل، مجرد انه انسان عنده موهبة، عنده انتاج، فبيعجبني. ما بعرف احكي هيدا ايه هيدا لا، مبني على الاحساس اكثر تماما. بس على ما يبدو احساسي صائب، يعني عم تزبط معي. طيب خلينا نسمع شيء من كتاباتك. شو بتحبي؟ شيء النسري اذا بتحبي القصائد النسرية او اوكي. في عندي شيء ألقيته بمنتدى أدبي بمكان ما، بس طبعا هي طويلة، فأنا رح أخذ منها مكانين، في مكانين. نعم. يعني وإن شاء الله يكون إلقائي منيح. هي اسمها زمن الرحيل أو موكب السبايا. يعني تتكلم طبعا هون السبايا هي الأحاسيس والأنوثة والجسد، فاسمها زمن الرحيل. رح أبدأ أقرأ منها مقطعين، هي طويلة جدا. أخاطب الذكر أمامي: ليلك هذا الذي انهمر فوق نهارات وجودي، أشعل القلب بفتافيت النجوم وشظايا القمر، وهناك هناك فوق بيادر العوسج علقت نجمة تدلت دامية كما تدل قلبي يوم مد حبه إليك. هذا الأسير المعنى بالشوق المكن باللوعة والحرمان هو قلبي، هذا السجين المكبل بالصمت والهمس بالكفر والإيمان هو صوتي، وكنت أنت، كنت أنت صدى القوافي ورجع الغناء، سر وجودي وسر شقائي. وأذكر فوق هذا كله أني أعتقت روحي في محرابك، فكنت نشوة شهوتي وصرت جمر اشتهائي.
وعدت لموكب السبايا، عدت لموكب السبايا، أقارع نفس الكؤوس، أعيد نفس الحكايا، حبي شغفي أنوثتي، يا لها من سبايا، أرميها في دروب المنفى، علنا نلتقي رجلا وامرأة، نفترش بياض الياسمين، نلتحف حمرة الشفق، نقدس روحينا بمدى الغسق، نغتسل بسواق الحنين، رجل وامرأة، رفعنا قلوعنا وأطلقنا للمدى صوارينا، وهما غادرنا عالمنا، وهما هجرنا مراسينا، وبعد سنين وسنين، وبعد موانئ وموانئ، نبشنا محار قيعاننا، فوجدنا عالمنا عالقا بنا، ووجدنا مرسانا غارقا فينا، وصار الزمن معك رحيلا، وصار العمر معك رحيلا، وصار الحب معك رحيلا، وصرت أنت الرحيلة، وأكملت أنا سيري في موكب السبايا، أقطع الفيافي والجردة، أدندن مع غربتي، أناشد الواحد الأحد، يا ليتني أغدو رحيلا مع الرحيل، يا ربي اجعلني رحيلا قبل الرحيل. الله. حساسية عالية، مو بس تفاعل كمان، هذا جزء نحن عم نتفاعل معك. شكرا. نحن بدنا نمر على أهم يعني نتاجاتك أيضا في يعني من ضمن اهتماماتك كتابة القصة القصيرة، وقد تحولت إحدى قصصك إلى سيناريو فيلم أخرجته زهرة البودي المخرجة الشابة، وهو طبعا من إنتاج مؤسسة العامة للسينما. نتحدث عن يعني تجربة تحويل قصة إلى سيناريو. هي الفكرة حبينا، بتعرفي العام الماضي دائما المؤسسة العامة للسينما بتعمل مسابقات للشباب، طبعا أنا فوق سن الشباب، ولكن زهرة هي عنصر الشباب بالموضوع. زهرة صديقتي وأختي، نوجه لها تحية كمان، نوجه لها تحية، مبدعة جدا، وأنا شفت لها أكثر من عمل، فالصراحة حسها الفني عالي جدا وعينها حساسة جدا، فتشكلت هاي الفكرة عنا أنه ليش ما بنعمل شيء سوا، وهي طبعا تقرأ بعض إنتاجاتي، ففي إعجاب متبادل، يعني في إعجاب متبادل بإنتاجنا. كانت القصة هي عبارة، القصة هي اسمها حذاء في الذاكرة، ولكن ارتأت الجهات المعنية زهرة مع الناس الآخرين اللي اشتغلوا على الفيلم أنه يمكن الاسم منه كتير عاطفي، حذاء في الذاكرة، فتحول مو سينمائي، مو سينمائي، قصصي، أحلام صغيرة، وهو ببساطة قصة طفل كان حلمه الأكبر أنه يكون عنده حذاء جديد، ولكن حالة من الفقر بيعيشها، وحالة يعني من الحاجة، معاناة، ومعظمنا بيعيش هاي الحالات يعني، فمنعيته من تحقيق هذا الحلم. اللحظة اللي بيقرروا أنه يحققوا هذا الحلم مع والدته، بيصير شيء يعود لظروفنا الحالية، تفجير بمكان ما، بيخسر رجله، وبالتالي بيخسر حلمه. فحبينا نعكس حقيقة ما يجري، كيف أنه ممكن يأثر حتى بحلم مثل هيدا. أنا يعني إنسان إذا حلمه مد تطلعاته هو حذاء جديد، بظرف ما، بحرب ما، بأزمة ما، ممكن تخسري حتى هذا الحلم الصغير. طبعا اسمحوا لي بما انه عم نحكي عن الفيلم انه اتوجه بالشكر، طبعا زهره هيدي وصلها حقها، ومشكوره سلفا للفنانة السيده المبدعه نادين تحسين بيك يلي تعاونت بهيدا الفيلم، والطفل كتير كتير ظريف. يا ريت زملاء نشوف شوي من نحن عم نحكي عن الفيلم، واللقطات موجوده معنا. فالطفل مين هو؟ عمرو حبال. والفيلم انعرض بمهرجان القاهره بدار الاوبرا، وهلا رح يروح يشارك بمهرجان بالعراق. تابع لقطات. ايوه تابع مقطع من الفيلم، مترجم كمان. ايه مترجم. هي المخرج اهتمت بهذا الامر كثير وقامت بالترجمه. شو الغايه منه؟ احتمال انه مثلا ممكن تطلع الى مهرجانات خارجيه تشارك فيها، فبتشارك فيه، بيكون على الاقل الفكره الاساسيه واضحه. نشوف شوي صوت وصوره.
هلا باخده بصلح لك يا. صرت مصلحت لي يا شي ألف مليون مرة، فلها تمو على الأخير، ما دي اللي بيس إلا ما أبو عبدو يلاقي له شي تخريجة. طب أنت ممكن توعدتني إنه تشتري لي بوت جديد؟ بلا أمي بلا، بس أنا هلا بجزداني ما في إلا 2000 ليرة إلا كسور، وشوفت عينك أختك مريضة ومالها عم تطيب، يعني لازم أخذها لعند الدكتور، هي هلا أولى منك. خلص بركي إن شاء الله الشهر الجاي بشتري لك بوت جديد. يعني شو هلا؟ عند أبو عبدو. يلعن أبو عبدو حمار. شو ليش مالك عم تلعب مع لولا؟ معلش لك امي، العاب حارس مرمى. لا يا كثير حلو، بس بنحكي تفاصيل اكثر ريم عن الفيلم، قد ايه مدته وانتاج مين؟ هو مدته حوالي 10 دقائق، انتاج المؤسسه العامه للسينما، وتم تصويره بدمشق. طبعا انا ما كنت بالتصوير، ولكن اللي عرفته من زهره المخرجه تم تصويره بدمشق، وكان في كتير تعاون، وكان في يعني جو محبة. هو اللي بيطلع هاي الأشياء، لأنه هاي الأشياء ما أنا مأجورة، يعني بدك تحسي بهذا الأمر، ما أنا مأجورة. ومع ذلك مثلا فنانة مثل نادين تحسين بيك إجت وشاركت ضمن سينما الشباب ومواة، ضمن يعني سينما الشباب. من اهتماماتك الأخرى أيضا الكتابة، وبشكل خاص اللي لها علاقة بالتربية، كونك ماجستير، دبلوم تربية وماجستير، والآن تحضرين للدكتوراه. حتى وجودك بالكويت في مجال التدريس، ايضا نشر لك بعض المقالات في المناهج المدرسيه في الكويت، ما هو هذا التوجه ايضا ككتابه؟ اوكي، هلا هي الصراحه الفكره انه انا كنت اكتب بمجله العربي، طبعا مجله كبيره وغنيه عن التعريف. انا بالنسبه لي كانت حلم لما كنت بسوريا كنت اقرا او تابعها، فكنت احلم ان يكون بين هاي الاسماء في يوم ما. وجودي بالكويت اعطاني هاي الفرصه. صدفت انه اول مره انزل لانشر شيء دكتور محمد المنسي قنديل، هلا اذا كان بمكان ما عم يشوفنا بتشكره لانه هو اختياره، فانا كنت منزله اكثر من نص. بمنظوري انا كان في اكثر من نص احلى من اللي هو اختاره، ولكن هو اصر على اختيار نص اسمه الى والدي. بس انا صغيره كنت ومبتدئه، فخلص بنسمع راي الخبرات الناس اللي بتعرف اكثر منا، فاختار نص اسمه الى والدي، واللي كان بيتحدث عن مشكله جيل يلي هي ربما هلا تترافق مع نتائج البكالوريا هلا طلعت عنا بسوريا من كم يوم، اللي هي دائما صراع الآباء والأبناء بخيارات المستقبل. بتعرفي نحن كمجتمع ربما بسبب الفرص العملية، ربما بسبب الدخل القليل اللي بتحققه بعض المهن، فيتجه معظم الناس لطب أو هندسة. والأهل عندنا بصراحة يمكن هلا تجاوزوه هذا الأمر، تجاوزوه شوي، ولكن بالعموم بحسوا ان انت حتى تردي جميلهم، الجميل بيكون كيف بانك تدخلي شو بحبوا. انا مثلا علمتك وجبتي علامات طب، ما بسمح لك تروحي هندسه، خلص انت جبتي علامات طب روحي طب، جبتي علامات هندسه ما بسمح لك تروحي صحه. قضيه تربويه، قضيه تربويه تتعلق تماما. نشرت بمجله العربي هيدا النص. فيما بعد وزارة التربية بالكويت بتعرفي بيبحثوا دائما عن نصوص، عن أشياء بتخدم الجيل وبتطرح فكرة جيل أو مشاكل جيل. فكان انتقاؤه من ضمن النصوص لتأليف هيدا الكتاب اسمه لغتنا العربية للمرحلة الثانوية بالكويت،
كان من احدى تماما في من سوريا كان انا انت. والكبير شوقي بغدادي طبعا لا نقارن ولكن فقط عن اذكر الاسم. فكان هذا النص الى والدي لإلي انا بتطبيقاته ودائما بالكويت كانوا استضافوا حتى نستثمر الوقت ايضا بمجالات اخرى كثير. في مثل ما تفضلت وقلت مدام لبابا انه في كثير عندك انجازات بالصحافه سواء كانت المحليه مثل الثوره والوحده وهي بالصحافه العربيه وكان انت عضو في هيئه تحرير عدد من المجلات مجله بلسم العربيه بس بنوضح بالدقائق الاخيره. طبعا الكويت اعلاميا او ادبيا بلد ناشط وانا بالنسبه لي اخذت فرصه حقيقيه هناك. فمن خلال منتدى بوشهري كنت عضو فيه. الجميل هناك طبعا بسوريا هي الأساس يعني أنا انطلقت من هون والمخزون اللي عندي هو من سوريا ولكن هناك التفاعل بتشوفي الأدباء الفنانين السوري المصري الأردني العراقي المغربي فبتعطيكي فرصة التنوع والتعرف صحيح. وفي دوريات كتير ومجلات كتير. فطبعا مجلة العربي هي حكيت عنها كانت أنا بالنسبة لي حلم يعني والحلم الأكبر هو هذا النص بالكتاب. كتبت عدة مرات لجريدة القباس، كتبت لمجلة البراق، كتبت لمجلة آدم وحواء. وأيضا شو هي كتاباتك يعني بالصحافة؟ بالصحافة يعني مثلا للقبس كتبت بذكر عن التجربة الرحبانية وكتبت قصة من واقع حياتي عن الزواج أيام زمان لما كان الرجل والمرأة كان المقدم أو المهر والعقود وهذا كانت كلمة اما هلا صرنا بنحتاج لمواثيق وشيء قضايا اجتماعيه ايضا وحياتيه. اخر دقيقه بدنا نقرا شيء من كتاباتك لان تقريبا وقتنا انتهى. بدك نعطيني فرصه ما بعرف انا حبيت غربه غربة كنتي أنا عن الغربة أنا بتعرفي شو رأيك إذا أو شيء إنه وطن نعم هي نفسها عن الغربة طبعا هو هاي الوطن أوكي بس خليني أضيف لأن بما أنه ريم حكت أنه اشتغلت بأكثر فمجلة بلسم يلي صادرة من فيينا هي اللي كنت بهيئة التحرير فيها كنت كاتبة وبهيئة التحرير فيها مشان المصداقية. رح أحكي كلمات بسيطة مثل ما حكيت أنا لغتي بسيطة مثل ما هيك بحس. وطني حبك لن يموت لأنك خالد، جبروتك لن يزول فأنت مارد، وأنت أنت كل الأساطير والحكايا، أنت في زنود الكادحين وجدائل الصبايا، وأنت في لثغة الأطفال وحبال المنايا. وطني وصية الله على الأرض، عرش المجد تسوره أرواح رجال، كلما شبه للغادرين العابثين بك أنك كبوت، شمخوا بك وجعلوك عن العزة والحياة كناية. الله طبعا وها هو الوطن في قلبك دائما في كتاباتك تعبرين عنه كما قالت ريم بالبداية زجاجة عطر يفوح عطره في كل مكان تكونين فيه. فرصة سعيدة وكثير كنا يعني سعيدين بلقائك نتمنى لك كل التوفيق كصوت أنثوي سوري خارج الوطن يكتب عن الوطن وعن المجتمع والإنسان السوري. أهلا وسهلا فيك. شكرا تسلموا شكرا لدفء حواركم وطيب ملقاكم. شكرا شكرا نحن بدنا نشكر دفء الكلمة اللي عم توصل منك لقلوبنا وأهلا وسهلا فيك ونورتينا بفترتنا الصباحية لهاليوم. آخر فقراتنا ست لبابا رح نكون